طالما حضرتك فتحت الفيديو وبتتفرج على المال الطيب دهوت، يبقى انت لازم تصلي على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم، عشان الكل يستفاد ببركة الصلاة على النبي محمد. النهاردة ومن داخل سوق بالقاس العموم الدولي، طبعا زي ما حضراتكم شايفين لأول مرة في تاريخ سوق بالقاس، والأول مرة على قناة الريف حياتي هنعرض لحضراتكم جمال وجمال لحم كمان. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العرض قدام حضراتكم دي يا جماعة خمس جمال من أحلى المال. اللهم صل على النبي، ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. دول ب 47 الاثنين الصغيرين دولت عمرهم قد ايه تقريبا يا معلم؟ ست شهور. طبعا يا جماعه الجمالين اللي قدام حضراتكم دول الصغيرين دولت العمر بتاعهم ست شهور، طبعا دولت ما اندبحوش الوقت، بس طبعا حبيت اعرف حضراتكم يعني الجمالين دولت يا جماعه العمر بتاعهم ست شهور، والعمر السعر يا محترم 47,000 يا جماعه الاثنين الجمالين دول 47,000. اللهم صل على النبي. الاثنين يا جماعه ب 47,000 من داخل سوق بالقاس العموم الدولي. معلم رضا فلفل كل سنه طيب. العنوان يا جماعه المعصره مركز ومدينه بالقاس محافظه الدقهليه. رقم 3 يا معلم عمره تقريبا قد ايه؟ سنتين. ما اندبحش برضه. يندبح؟ تمام. تمام. جمل. بنضحى على خمس سنين. اه تمام. انا بتكلم على كده اه. لكن الفدوى اي عمر يمشي. تمام. ده معروف صغير. ما هو يا محترم الفدوى دي يعني اضحيه يعني المفروض خمس سنين. لا الفدوى غير الاضحية. الفدوى ده حاجة أنت هتفديها تذبحها عادي في أي عمر. لا لكن الضحية تختلف، الأضحية غير الفدوى. الضحية خمس سنين. أما لو هتذبح مثلا في فرح في أي في مناسبة عادي هيمشي عادي. لو شهرين يمشي. جميل 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 تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. سعره كم يا غالي بتقول؟ 27. 27,000؟ اللهم صل على النبي. يا معلم. 27,000 صلاة على الحبيب يا جماعة قدام حضراتكم. ربنا يا رب يبارك. حاضر يا محترم. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. رقم 3 يا معلم. رقم 4 بقى. رقم 4 مظبوط. 29. العمر سنتين برضك ولا اكتر شويه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 29 صلاه على الحبيب يا جماعه قدام حضراتكم اهوت. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. للاسف يا جماعه للاسف للاسف الشديد صاحب العرض دي ما معهوش تليفون للاسف، بس العنوان المعصره مركز ومدينه بالقاس محافظه كفر الشيخ. يا معلم محمد، طب اللي عاوز ما يتواصل ازاي؟ يتواصل مع حضرتك ازاي؟ يجي بس المعصره يا راجل. المعصره اقول ايه؟ يقول عفغان الجمال وياسر الجمال. المعلم عفغان الجمال والمعلم ياسر الجمال. المعصرة يا جماعة مركز ومدينة بالقاس محافظة الدقهلية. المعلم ياسر الجمال. العرض رقم 5 يا معلم بقى. 30,000 صلاة على الحبيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. المعلم ياسر الجمال يا جماعة المعصرة مركز ومدينة بالقاس محافظة الدقهلية. شكرا لكم وإلى اللقاء في عرض جديد من يوم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.